نروح بقى للخبر المهم جدا للعالم كله دلوقتي، رونالدو الى النصر السعودي. طبعا دي حاجه مش عاديه، صحيفه الماركه الاسبانيه فجرت مفاجاه من العيار الغير تقليدي في العالم. رونالدو كان لسه من فتره بيرفض ان هو يروح الدوري الامريكي مثلا، وكان بيدور على البايرن ميونخ او نيوكاسل او بيشوف هيروح فين في دوري من دوريات اوروبا، وعايز يروح فرقه بتشامبيونز ليج وبتاع. مره واحده مفاجاه غريبه. طبعا احنا لسه مش عارفين دي هتتم ولا لا، هو الخبر بيقول ان خلاص تم الاتفاق و200 مليون يورو والكلام ده كله، لكن كريستيانو رونالدو الحقيقه يعني بيموت في اثاره الضجه، بيموت في انه يعمل ضجه وان هو يكون المختلف الغريب العجيب، لكنه لعيب يستاهل الحقيقه. مش هننكر ان هو لعيب اسطوري، لعيب خيالي، لعيب تاريخي. يعني كريستيانو رونالدو بيقال ان تم الاتفاق على حسب صحيفه الماركه الاسبانيه اللي هي صحيفه ما بتجيبش وما بتقولش اي حاجه، يعني يقال ان الراجل تم الاتفاق مع نادي النصر السعودي بعد كاس العالم. قالوا ان هو هيروح لنادي النصر السعودي ب 200 مليون يورو لمده سنتين ونص، يعني انه هيبقى معانا من بعد يناير يعني، ولمده سنتين. طبعا الموضوع بالنسبه للعالم مفاجئ، لان كريستيانو رونالدو من اللعيبه اللي مش مهم عنده اي حاجه غير كسر الارقام القياسيه، فمعنى كده ان هو هيروح لنادي النصر السعودي دي حاجه تقول لك ان هو خلاص بدا يغير استراتيجيته بقى بعد كاس العالم. هيبقى الموضوع مختلف، هيبدا يبقى فيه تفكير في حاجه تانية غير ان هو يعمل انجازات وان يكسر ارقام قياسيه وان هو يعمل الحاجات اللي معود جمهوره عليها. كريستيانو رونالدو من اللاعبين اللي ليهم قاعده جماهيريه في العالم كله، يعني كريستيانو رونالدو بيروح اي نادي هو بيحقق تارجت النادي ده في ان هو ممكن ما يدفعش فيه فلوس، يبقى التيشيرت بتاع كريستيانو رونالدو او الاعلانات بتاعه كريستيانو رونالدو شايله مرتبه. كريستيانو رونالدو فعلا من اللعيبه اللي تاريخيا صعب جدا حد يكسر الارقام اللي الراجل ده وصلتها. يعني الصحفي بيرس مورغان، الصحفي المغربي الصحفي المقرب لكريستيانو رونالدو جدا، يعني قال ان الخبر ده مش صحيح، وقال كده على تويتر وقال انه ما حصلش. الايام اللي جايه هنشوف بقى كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي دي حقيقه ولا خيال، ولا هيكمل في الدوري الانجليزي في نادي تاني غير مانشستر يونايتد بعد ما خلاص رسميا كده يعني انهى مع مانشستر يونايتد مسيرته. هنشوف. كان بيتقال قبل كده ان كريستيانو رونالدو رايح بايرن ميونخ، اتقال انه هيرجع ريال مدريد، الله اعلم. اللي جاي هنشوفه مع بعض بقى يعني بعد كاس العالم، هنشوف صحه الخبر ده.